ويا هلا بالشباب. اليوم عندنا معرض لوازم البر. شوف ايش حالاته، شوف الروعة. طول بالك ما شاء الله، اول ما يجي الشاس موجود ما شاء الله. زحمة اليوم اخر يوم اتوقع، وما شاء الله شوف المظلة هذه الجديدة اللي كل قام يركبها الحين. كم هذا السعر؟ هذا البرادو طبعا اليوم اخر يوم وهم قاعد يشيلونه الحين. هذا ركن التويوتا، ركن الهوندا ما شاء الله. هذه المكاين كان سعرها 300 الحين 275 حق المعرض. هذه ألف، وهذه 2000 385، وهذه 4000، هذه 1500 معاها قلم، وهذه 6.5 475، هذا الدريل 12 دينار، المطارة بأربعة، هذه السنارات على 2، هذه السنارات على 10، ماكينة هذه على 18، هذا الطراد صغير. هذه كابات على كم والله ما يندرى. هذه الجنطة 9 طاقات، هذا الكرسي دارين
كم هذا محمد؟ كم فلوس هذا؟ أنا 170 دينار. 170 ما شاء الله، هذا تجهيزه كامل. خلصنا المعرض.